خلينا نبدا معاك يا كابتن وليد. يعني المباراه ما لها وما عليها حاله من الحزن والالم والغضب زي ما انا قلت في المقدمه، مش نتيجه الهزيمه طبيعي، مش طبيعي اسف، ممكن تخسر من نيجيريا ممكن تكسب من نيجيريا ممكن تعادل، لكن الناس حاسه ان المنتخب ما كانش في حالته، انه المباراه فنيا لم يتم ادارتها بشكل جيد. طبعا في كلام كتير قوي اتقال، هنقوله طبعا على مدار الحلقه علشان ما اقولش كل الاسباب مره واحده، لكن بتفق مع حضرتك مليون في الميه. انت وانت بتتفرج على المنتخب محتاج حاجه من اتنين، يا اما اللعيبه تكون بتلعب بروح وبقلب وبحماس وبرجوله بشكل قوي جدا، يا اما تكون بتقدم كره حلوه. هضطر اقطعك بس اللحظه لانه كابتن وائل جمعه الان في تصريح قدم اعتذاره لجماهير الكره المصريه عن الخساره بالاضافه الى سوء الاداء خصوصا في الشوط الاول، وقال انه هناك وقفه حازمه لا مجال لاي تهاون بين صفوف اللاعبين، وانه كيروش قال هذا الكلام وقال ده درس كبير، تعهد اللاعبون على استيعابه وترجمه هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين، ما قدمناش غير الحصول على النقاط السته لضمان التاهل والحفاظ على حلم جماهير الكره المصريه بالمنافسه على كاس الامم. هنتظر كمان تصريح من الكابتن وائل يطمنا فيه على حاله اكرم توفيق وعلى حاله كمان احمد فتوح باذن الله، لانه ده مهم جدا نبقى عارفين الدنيا ماشيه ازاي. متاسف للمقاطعه كابتن وليد. لا خالص، هو كويس انه يعني اولا طبعا هو بيهدي هو الاعتذار يؤكد ان احنا كنا وحشين يعني، وبيهدي الراي العام شويه. نعم. بيهدي الشعب شويه، لكن في الاخر هو اعتذار برضو تاني مش مبرر. لان في الاخر انت ولا لعبت كره حلوه ولا كان عندك من الحماس والجدعنه والروح ان انت تقدر تقدم حتى روح. هي المشكله ان في عدد من الاخطاء من وجهه نظري في الكوره كارثيه. نعم. انت دايما قلنا ان المدربين افكار، لكن في المباريات الكبيره ما تحاولش تحط فكره تكون مختلفه. انت النهارده مغير اماكن لعيبه، خلاص الناس كلها اتفقت ان انا عايز العب بمحمد صلاح كراس حربه. طيب دايما محمد صلاح بيلعب كراس حربه خلال المباراه لكن مش من اول المباراه. طيب لو حتى هحط محمد صلاح كراس حربه يبقى انا هحط مصطفى محمد كجناح يمين؟ طب يعني دي فكرتها ايه؟ مصطفى محمد عمره في حياته ما لعب جناح يمين اصلا. طيب انت برضو تاني قلنا الرهان والتحدي في نص الملعب، هتلعب بمين في نص الملعب؟ هتلاعب تريزيجيه يمين هو اليمين والنني هو الشمال؟ المسألة صعبة جدا، واحنا بنبتدي الهجمة شكل وحش قوي. بتطلع الباكين لقدام لكن بتطلعهم يتمسكوا بدري، ده الكلام. التحركات دي بتبقى من خلال اللعب، ينزل النني وينزل تريزيجيه يستلموا النني من عند الباك ليفت وتريزيجيه من عند الباك رايت. طب كويس استلمت بس مفيش حد ظاهر، لدرجه ان النني في 3 أو 4 أو 5 مواقف، للاسف طبعا احنا ما معناش صوره، لكن في مواقف كتير النني عمال يقول للاعيبه ما تتحركوا اتحركوا، حد ما فيش حد هينزل، يروح راجع لورا، حتى لو حد اتحرك هو في الاخر هيبصله ويقف. فهي مساله تحضير الهجمه انا شايفها مشكله كبيره جدا، لان انت مش عارف تبني هجمه ودي مشكله كبيره. النني لما بينزل وبينزل تريزيجيه بيضطر حجازي يشيل كره طوليه، طب على مين؟ على محمد صلاح اللي ما بيلعبش العاب الهوا زي السردباكات الطويله او زي مصطفى محمد. فقعدت حتى مستر كروش في المؤتمر قال اصل انا كنت عايز افاجئ نيجيريا، وفاجئنا احنا الحقيقه. بفكره، هو فاجئ اللعيبه او اللعيبه يعني، هو قال انا عايز افاجئ نيجيريا بفكره جديده. طب ليه؟ طب ما العالم كله عارف ان رياض محرز بيلعب جناح يمين ولعب جناح يمين. صحيح. عادي. صحيح. انت المهم ان انت ده بالعكس ما غيرش انا طريقتي واودي احسن لعيب في العالم اوديه اغير مركزه عشان افاجئ فرقه تانية. شار البليه ما يضحك، مره كان عندنا مباراه مهمه جدا في تصفيات كاس عالم، كان عندنا لعيب مهم جدا دون ذكر اسماء يعني، اللعيب ده هو رقم واحد بتاعنا يعني. فانا كنت يعني اداري ساعتها يعني، ففوجئت انه اللعيب ده بيقعد احتياطي. ماشي، دي وجهه نظر مدرب. فلما سئل ليه قال لك اصل انا عايز افاجئهم بيه في النص ساعه الاخير من المباراه، كانت النتيجه ان احنا دخل فينا الاجوان وخلصت المباراه بدري غلبت 2-3 خلاص الموضوع انتهى. نعم. هو يعني طبعا المدربين افكار، وخلينا نقول. نعم. ان احنا لا بس برضو دي مش افكار في الاخر، هي فكره. لا، اصل محمد صلاح
مركزه كده زي مركز الشناوي من وجهة نظري، ولا ايه يا كابتن سامي؟ يعني انا بتتعمل يا كابتن بس خلال المباراة، يعني ساعات مستر يورجن كلوب لا يعمل ايه، لو انا مثلا جبت جول كمنتخب مصر حلو، في الحالة دي اروح مطلع مصطفى محمد ومنزل زيزو، فدافع بالفرقة كلها العب 4-5 واسيب صلاح هو اللي راس حربة عشان احط له كوره في مساحات. بس لكن ما بكون انا جبت جون، ايوه بكون برافو. بشتغل تكتيكي يا كابتن سامي، لكن صح. انا واحد مرشح لاحسن لاعب في العالم من خلال هذا المركز، يعني محمد صلاح مش راس حربه وعمره ما هيكون راس حربه الا زي ما بيقول الكابتن في موقف، في موقف الله يفتح عليك هي موقف. وبالتالي هو فاجئ الجمهور وفاجئ اللعيبه وفاجئ نفسه. لا هو عمل حاجه كمان، وعمل مفاجاه وحرر كمان الناحيه الشمال بتاعتهم بقت عامله شارع عندنا. هكمل لك بقى انه عمل مفاجاه ممتعه للمنتخب الناجح.